السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض lecture 4 in quality control of herbal drugs. هناخد some selected applications of gas chromatography in quality control of herbal drugs، وهنكمل stability testing of herbal drugs. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على ال basics of gas chromatography وال different compartments وايه ال temperature programming وال derivatizations وال head space chromatography وحاجات كتيرة قلنا لازم نكون عارفينها كويس قبل ما نبتدي في ال applications. اول application هناخدها هي ال GC-Assay for quality control of anise oil. احنا قبل كده اخدنا ال anise بس ك extract، عملنا له evaluation عن طريق ال thin layer chromatography. النهارده هناخد ال GC-Assay of anise ك volatile oil. زي ما احنا متعودين بنحضر التست سوليوشن والريفرنس سوليوشن. التست سوليوشن بنستخدم هنا السولفنت هيكسين. احنا عارفين ان الهيكسين is a non-polar solvent، فبالتالي هو suitable for extraction of volatile oil اللي هو بيبقى فيه lipophilic constituents. الريفرنس سوليوشن بنستخدم نفس السولفنت اللي هو الهيكسين عشان تبقى more or less at the same conditions. وبنستخدم بعض الكومباوندز المعروف ان هي موجودة في volatile oil بتاع الانايز زي اللينالول، الاستراجول، الالفا تربينيول، الانيثول and الانيسالديهايد. يبقى كده حضرنا test and reference solution. زي ما احنا عارفين في any method for quality control بنعمل injection of reference standard، بعد كده بنعمل injection للtest solution عشان نقارن ال retention time maybe وال presence or absence of these constituents. الكولم بتاعنا احنا قلنا في الجي سي عندنا two types of the columns، ال packed or ال capillary column. هنشوف هنا هنستخدم ايه. ال material of the column is a fused silica. السايز بتاعه اللينث 30 متر and العلامة دي معناها الانترنال دايمتر is 0.25 مليمتر. يبقى بالتالي ده هو كابيلاري كولم. احنا قلنا كابيلاري كولم بيكون having higher resolution than the packed column. The stationary phase is a macro goal 20,000s. macro goal اللي هو polyethylene glycols. polyethylene glycols بيبقى فيه دايما رقم معي هنا، الرقم ده بيعبر عن الـ average molecular mass of polyethylene glycol. بعد كده الـ carrier gas اللي هنستخدمه او بنسميه mobile phase الـ helium for chromatography. احنا قلنا الـ helium بنستخدم لان هو inert. الـ flow rate 1 milliliter per minute. الـ split ratio 1 to 100. ايه هي الـ split ratio؟ احنا عارفين ان الـ injectors في الـ gas chromatography بيكون لها split او splitless injectors، يعني بيكون لها 2 types يعني split or splitless injectors. الـ split injector ده بنستخدمه في حالة احنا مستخدمين capillary column. ليه؟ لان capillary column الـ loading capacity بتاعته قليلة، فبنضطر نعمل splitting لكمية السامبل اللي داخلة، يعني هنا 1% بس من السامبل اللي هي هتدخل في الكولوم، و 1 بارت بير ايتش 100 بارتس. ليه؟ علشان اللودنج كاباسيتي بتاعه الكابيلاري كولوم قليله. طبعا المشكله دي ما بتبقاش موجوده في الباكد كولومز. بالنسبه للديتكشن، نوع الديتكتور هو الفليم ايونيزيشن ديتكتور. قلنا ان ده يونيفرسال ديتكتور بيقدر يعمل ديتكشن لاني تايب اوف كومباوندز، بس المشكله بتاعته ان هو السنسيتيفيتي بتاعته مش احسن حاجه. بعد كده الـ temperature programming من أهم الـ parameters اللي لازم نتحكم فيها أثناء الـ gas chromatographic run، لأن هي دي اللي بتحدد الـ resolution time وبتحدد الـ resolution. فطبعا احنا مش بنحفظ الكلام ده كله، ولكن احنا لازم نبقى فاهمين ليه اختار الـ temperature دي. وكذلك في كل الـ parameters اللي خدناها قبل كده مش بنحفظ أي أرقام أو حاجة، بس بنبقى فاهمين الـ system وليه اختار الـ parameters دي. فمثلا هنا في الـ temperature الـ injection port اختار ان هو يبقى 200. بنختار زي ما قلنا الـ injection port temperature بحيث ان هي تكون 10 to 20 degree above the boiling points of the least volatile components of the sample mixture.
الكولوم. الكولوم زي ما احنا شايفين كل تايم سبان بيبقى ليه temperature، يعني بيحصل gradual increase in the temperature. ففي الحالة دي بنسميها ال temperature programming مش isothermal. الكولوم temperature لازم تكون طول الوقت above the dew point or the condensation points of the compounds، بحيث انه ما يحصلش اي condensation لل compounds upon decreasing the temperature inside the column. طبعا ال temperature programming بيكون ميزة عن ال isothermal programming، علشان بيستفاد من ميزة ال difference in the boiling point of the different components، بالتالي بيدينا resolution احسن. بعد كده ال detector temperature زي ما احنا قلنا احنا مستخدمين ال flame ionization detector، ف ده بيحتاج temperature more than 150 degree عشان يحصل ignition ويدينا ال flame. كمان ال detector temperature لازم تكون اعلى من اعلى temperature وصلنا لها في الكولوم عشان ما يحصلش condensation inside the detectors، وبالتالي بيحصل ان ال detector بيبوظ مع الوقت. بعد الكروماتوغرافيك ران لازم نعمل validation for the GC assay. زي ما قلنا ال validation ده بنسميه system suitability or system performance. system suitability or system performance دي عبارة عن مجموعة من البارامترز بتتعمل علشان نتأكد ان السيستم اللي انا اخترته كان كويس. زي ما قلنا اخترنا مثلا الفلو ريت كويس، ال concentration of the sample كويس، ال temperature programming، كل البارامترز اللي انا اخترتها هي كويسة. لو ال assay valid يبقى خلاص، انما لو ال assay is not valid بحتاج ان انا اعمل reconditioning مرة تانية واظبط تاني ال assay conditions من اول وجديد لحد ما ال parameters validation parameters دي تظبط. طيب هنا مديلك شرط ان التست بتاعك يكون valid لو ال peaks بتاعه الاستراجول and alpha terbinol ال resolution ما بينهم يكون at least 1.5. يعني هو اختار 2 peaks بتاع 2 compounds قريبين من بعض، فبيشوف هل هما separated كويس well resolved، يبقى كده ال assay valid، يبقى السيستم ده is suitable. لو هما not well resolved overlapped فأنا محتاج أظبط تاني ال assay conditions. فلو جينا بصينا هنا على ال peaks due to estragol اللي هي رقم 2 and the peak due to alpha terbinol رقم 3، فهنلاقي ان هما well resolved. بنحسب طبعا ال resolution ب equation معينة، دلوقتي السوفت وير هو اللي بيطلعها على طول. لو ال resolution بيساوي او اكتر من 1.5 يبقى ال assay ده valid. تمام، ادي ال compounds اللي انا حطاها بايديا في ال reference standard اللي انا حطيتها ودوبتها في الهكسين. تمام، يبقى ادي 7 different compounds معروف ان هما موجودين في volatile oil of anise، يبقى ده الكروماتوجرام due to the reference standards. تمام، بعد ما اتأكدت ان هو valid بعرف بعمل allocation لكل واحد من ال components دي، اعرف ال retention time بتاعه او ال retention index بتاعه، وابتدي احقن ال sample بتاعتي واشوف هل ال peaks دي برضو ال 7 compounds دولت موجودين في ال sample بتاعتي ولا لا. تمام، لو جينا بصينا على اي كروماتوجرام في الجي سي اسي بنلاقي دايما اول بيك كده طلع كبيرة قوي في ريتنشن تايم قليل. تفتكروا البيك دي بقى بتاعت ايه؟ احنا قلنا ان انا بستخدم سولفنت اللي هو الهيكسين. الهيكسين دي البيكس بتاعت السولفنت او الحاجة اللي انا داوبت فيها الستاندرد او سامبلز بتاعتي. تمام، لازم اختار السولفنت بحيث ان هو يكون لي high volatility او low boiling point، بحيث ان هو يطلع لي في الاول خالص ويطلع لي بعيد عن any components of the sample. خلاص عملنا run للstandards وابتدي اعمل run للسامبل، يبقى هنعمل quantitation of anise oil sample components. طيب زي ما قلنا بنشوف ال retention times بتاعت ال reference compounds ونشوف هل اولا الكومبوننتس دي موجوده ولا لا، يبقى اول حاجه presence or absence of these 7 markers inside my sample. تمام، تاني حاجه اتاكد من كميتها لو هي خلاص كلها موجوده، هل هي موجوده بالكميه الصحيحه ولا لا. ممكن مثلا تكون كل البيكس موجوده لكن بتركيزات قليله، يبقى السامبل بتاعتي دي is exhausted sample او not well stored، مش متخزنه بطريقه صحيحه بحيث ان الفولاتايل اويل حصل له loss. تمام،
فبنشوف ال quantitation عن طريق ال method اللي اسمها normalization. زي ما قلنا قبل كده normalization بكل بساطة هي ال peak area of certain compound على ال total peak area وبضربها في 100. يعني نسبة ببساطة كده نسبة ال compounds ده بالنسبة لبقية ال compounds بتاعت ال samples. تمام، دي بنسميها دي the simplest method of quantitation. هي صحيح مش very يعني accurate، لكن هي بتبقى تعتبر بنسميها semi quantitation. بنشوف نسبة ال component بالنسبة لبقية ال components اللي في السامبل. فهنبص على ال ranges اهي، ال pharmacopoeia عاملة لي specification ل certain ranges of each marker compounds. زي لينالول مثلا المفروض يكون less than 1% 1.5% استراجول من 0.5% الفا تربينيول less than 1.2 وهكذا. بنشوف هل ال الكومبوننتس دي في السامبلز within the specified ranges by the pharmacopoeia ولا لا. لو هي within the ranges يبقى كده السامبل بتاعتي دي is accepted sample. لو هي out of these ranges يبقى السامبل دي either adulterated or exhausted sample. تاني application of gas chromatography هو ال gas chromatographic assay of stearic acid. ال stearic acid زي ما احنا عارفين بيتخش كتير جدا في pharmaceutical preparations. stearic acid ايه دي ال structure بتاعه؟ هو عبارة عن 18 carbon acid atom وفيه في الاخر carboxylic group. السورس بتاعه بنجيب منين ال stearic acid؟ ال stearic acid بيكون موجود من في الفايتس اند اويل اوف انيمالز. هي موجوده في الانيمالز الترايجلسرايدز اوف انيمالز اكتر بكتير من الفيجيتابل سورسز. يعني موجود في الانيمال ترايجلسرايدز اكتر من البلانت ترايجلسرايدز اكسبت تو بلانتس بيكون موجود فيهم الستيريك اسيد از ترايجلسرايد بكميه كبيره. الشيا باتر طبعا احنا عارفين شاي باتر بيستخدم كمويتشرايزرز، والكوكوا باترز دي بيبقى الترايجلسرايدز بتاعتهم فيها الستياريك اسيد بنسبه كبيره. طيب ازاي بقى بنفصل الستياريك اسيد عن الترايجلسرايدز اوف ذيس انيمال اور فيجيتابل سورسز؟ بنعمل سابونيفيكيشنز اوف ذيس ترايجلسرايدز عشان تفصل الجليسرول عن الفاتي اسيدز. المشكله ان الكوميرشال ستيريك اسيدز عمره ما بيكون 100% ستيريك اسيدز، عمره ما بيكون البيوريتي بتاعته توصل ل 100%. دايما بيكون ميكتشر من الستيريك اند بالماتيك اسيدز. الستيريك اللي هو C18 اند C16 صعب جدا ان احنا نفصلهم عن بعض، لكن ده طبعا بيفرق جدا في الكواليتي. هو لازم يكون في accepted level من البالميتك اسيد، لكن المفروض ما تتعديش نسبة معينة، وده بيأثر طبعا على الكواليتي. علشان كده الفارماكوبيا حطت parameters لنسبة الستيريك والبالميتك اسيد في الستيريك اسيد. يبقى زي ما قلنا ان الفارماكوبيا حطت ranges للستيريك اسيد والبالميتك اسيد. فمثلا السياريك اسيد 50 بتسميها ليبل يعني بتاعت البرودكت يكون مكتوب عليه مثلا السياريك اسيد 50 او السياريك اسيد 70 او السياريك اسيد 95. على اساس ايه الليبل بيكون مكتوب عليها الرقم ده؟ الرقم ده بيدل على ايه؟ مثلا السياريك اسيد 50 السياريك اسيد بتكون في نسبه السياريك اسيد 40% to 60% ستيريك اسيد اللي موجود، لكن مجموع ال contents of stearic and palmitic acids بيكون على الاقل 90%. يبقى الستيريك اسيد لوحده ما يقلش عن بيبقى رينج بتاعه من 40 ل 60%، لكن مجموع الستيريك والبالميتك اسيد مع بعض ما يكونش اقل من 90%. في الحالة دي الليبل بتاعته بيكون مكتوب عليها ستيريك اسيد 50. طيب الستيريك اسيد 70 بيكون الستيريك اسيد من 60 ل 80% موجود فيه، ومجموع الستيريك والبالميتك مع بعض على الاقل 90%. الستيريك اسيد 95 هو ده الاعلى الكواليتي، هنلاقي ان الستيريك اسيد لوحده على الاقل يكون 90%، ومجموع الستيريك والبالماتيك اسيد مع بعض بيكون على الاقل 96%. طيب ايه هي خطوات الاسي؟ زي ما اتعودنا اول حاجه بنحضر التست اند ريفرنس سوليوشنز. التست سوليوشنز بناخد certain weight من السامبل المفروض اللي هي الستيريك اسيد اللي احنا عايزين
نحدد نسبة الستيريك والبالماتيك اسيدز اللي موجودة فيها. بنجيب السامبل دي وبنحط عليها انهيدريت ميثانول بورون تراي فلورايد. طبعا الكلمة دي بتفكرنا بحاجة قلناها في الليكتشر اللي فاتت، امتى بنستخدم الميثانول بورون تراي فلورايد؟ دي في حالة الدريفاتيزيشن. الدريفاتيزيشن عشان نحضر ميثايل استر، يبقى دي استريفيكيشنز عشان زي ما احنا عارفين ان الستيريك اسيدز دي اوف هاي مولكيولار ويت، صعب ان انا اعمل لها اناليسز باي جي سي لان هي اصلا نون فولاتايل. علشان ان احولها لفولاتايل كومبوننتس لازم اعمل لها استريفيكيشنز. تمام. طيب الريفرنس سوليوشنز هنجيب اكيد طبعا البالميتيك والستيريك اسيد اللي انا بحاول ان انا اعمل لهم كوانتيتيشن في السامبل بتاعتي، ولازم اعمل لهم تريتمنت بنفس الطريقه زي التست سامبل، يعني برضو هعمل لهم دريفاتيزيشن بالميثانول والبورون تراي فلورايد عشان احضر الميثايل بالميتيت اند ميثايل ستيريت. الكولوم بتاعي فيوزد سيليكا size length 30 meters and internal diameter 0.32، يبقى ده طبعا اكيد capillary column. stationary phase macro goal 20,000 of polyethylene glycol. الكارير gas is helium and flow rate 2.4 milliliter per minute. التمبريتشر ازاي بعمل assignment للتمبريتشر؟ زي ما قلنا اول حاجة الانجكشن بورت التمبريتشر بتاعته تكون اعلى من 10 or 20 degree من ال least volatile components، يعني تكون 220. الكولم عندي temperature programming عند كل time span التمبريتشر بيحصل gradual increase، بتبتدي من 70 degree لحد 240 degree، وقلنا لازم تكون اعلى من الكوندنسيشن بوينت اوف اول ذا كومبوننتس. بعد كده الديتكتور تمبريتشر هتكون اعلى من الهايست تمبريتشر ان ذا كولوم تو افويد كوندنسيشنز انسايد ذا ديتكتور. ده الكروماتوجرام اوف جينوين سامبل اوف ستيريك اسيد، يعني ستيريك اسيد 50. طيب يعني احنا عارفين ان هو ستيريك اسيد 50، المفروض ان الستيريك اسيد 50 نسبة الستيريك اسيد الون تكون بتتراوح من 40 لـ60%، والستيريك اسيد مع البالماتيك اسيد مع بعض يكونوا مش اقل من 90%. فادي منظر الكروماتوجرام زي ما اتفقنا، الاول بيطلع لي سولفنت بيك كبيرة جدا في الاول بعيد عن other components عشان ما تعملش فيها اي interference or تعمل hiding لاني بيكس وراها. ادي الميثا، ادي البيكس different بيكس طبعا غير البالماتيك والستيريك اسيد. ليه؟ لان احنا قلنا بنعمل سابونيفيكيشن للترايجليسرايدز بيكون فيها فاتي اسيدز تانية، ماينور فاتي اسيدز تانية غير البالماتيك والستيريك زي اللوريك اسيد اللينوليك اسيد وهكذا اوليك اسيد. لو نلاحظ كلهم طبعا طالعين كميثايل استر. ليه طالعين كميثايل استر؟ اللي احنا عملنا استريفيكيشن دريفاتيزيشن باي ميثانول اند بورون تراي فلورايد عشان نحولهم من نون فولاتايل انتو فولاتايل سامبلز سوتبل فور اسي باي جي سي. بعد كده فاضل لنا ان احنا بعد ما حققنا الستاندرد اهو او الجينون يعني الستاندرد، بنشوف طبعا الفاليديشن بارامترز، هل السيستم بتاعي فاليد ولا لا. تاني حاجة بعمل assignment للبيكس دي ال retention time بتاعها فين، واشوف ال corresponding retention time بتاعها في السامبل بتاعتي عشان اقدر اعرف فين هو البالماتيك والستيريك اسيد. وبعد كده اخر حاجة هعمل quantitation علشان اشوف نسبة البالماتيك والستيريك اسيد. فاول حاجة هنا بنشوف ال validation parameters او system suitability، هنشوف ال resolution between the two peaks of methyl stearate and methyl pyrimethate and it should be at least 5، يبقى ال peaks يكونوا مفصولين عن بعض على الاقل ب resolution 5. خلاص عملنا خلاص ال validation، ال system بتاعي valid، هبتدي احقن ال sample. بعد كده اشوف ال peaks بتاعت ال stearic and palmitic acids وابتدي اعمل quantitation by normalization methods. زي ما قلنا ان دي the easiest method for quantitation، هنشوف نسبة ال stearic acid لوحده وبعد كده نسبة ال stearic acid and palmitic acid together واقارنها بالفارماكوبية الستاندرد. نسبة ال stearic acid قلنا by normalization بكل بساطة ان احنا بنجيب ال peak area due to stearic acid over ال total peak area بتاعت كل بقى ال components، كل ال fatty acids اللي موجودة في الكروماتوجرام، واضربها في 100.
طالما انا قايله ان هو ستيريك اسيد 50 يبقى النسبه دي المفروض تتراوح من 40 ل 60%. ده معناها ان لو النسبه مثلا شفت نسبه الستيريك اسيد في السامبل بتاعتي وطلعت مثلا 30% يبقى دي should be rejected sample او should not be labeled as ستيريك اسيد 50. نفس الكلام نسبه الستيريك اند بالميتيك اسيد توجذر يبقى هو مجموع البيك ديو تو ستيريك اسيد بلس البيك ديو تو بالميتيك اسيد اللي هي هم هنا طبعا ميثايل ستيريت اند ميثايل بالميديت اوفر التوتال بيك اريا اوف ذا اول ذا فاتي اسيدز اند ميثايل استرز هضربها في 100 اند ات شود بي الريزلت نوت ليس ذان 90% المفروض ما تكونش اقل من 90%. تمام لو طلعت اقل من 90% يبقى السامبل دي الليبل بتاعتها مش مظبوطه. تمام بكده نكون خلصنا two applications of GC assay for quality control of natural products. بعد topic جديد اللي هو stability testing of herbal drugs. stability testing مهم جدا برضو for quality control of herbal drugs. التستنج ده متاخد من الـ European Medicine Agency او الـ EMA recommendations. ايه هو هدف الـ stability testing؟ بما ان الـ herbal drugs are pharmacologically active فبالتالي لازم نشوف الـ shelf life بتاعها ونحدد هل هي stable لمدة سنة سنتين ثلاثة ولا ايه، وازاي بنحدد الـ shelf life بناء على ايه. تاني حاجة لازم نحط storage conditions على الليبل. stored المفروض تكون at room temperature ولا protected from light ولا ايه بالظبط. بما ان زي ما قلنا ان الherbal material are pharmacologically active الstability بتاعتها مهمة جدا، لان لو حصل degradation للactive materials ممكن ال degradation products دي تكون inactive وبالتالي ال patient هياخد ال herbal product على الفاضي مش هيدي ال desired efficacy، أو ممكن ال degradation products دي تكون toxic أو harmful فبالتالي انت هتأذي ال patients بدل ما بتنفعهم. تمام يبقى the purpose of the stability study is to establish a shelf life and label storage instructions. هو ده الهدف بتاعي. تمام بتتعمل ازاي بقى الـ stability testing؟ بنعمل testing على minimum 2 or 3 batches of the finished products. هي بتتعمل على الـ finished products سواء بقى الـ products ده في single herbal material او في multi component كذا herb مع بعض، سواء احنا عارفين الـ material active material بتاعته او مش عارفينها. تمام يبقى هنعمل الـ testing دي على 2 or 3 batches على الأقل. تمام الشيلف لايف والليبل ستورج انستراكشنز اللي احنا هنوصل لها وهنعرف مع بعض ازاي بنحددها بتكون applicable to all future batches of the finished products. خلاص يبقى انا حطيت كريتيريا دي هتبقى ساريه على الفينيشد برودكتس بشرط ان هي تكون manufactured and packaged under similar conditions، نفس البروسيسنج او المانيفاكتشرنج بروسيس ونفس الباكجينج كونديشنز زي بالظبط اللي انا عملت عليها تيستينج. طيب بما ان ال herbal substances or the herbal preparation is regarded as active substance يعني ال herbal material على بعضها تعتبر ال active substances the mere determination of the stability of the constituents with non therapeutic activity will not be sufficient. يعني ايه؟ يعني ان انا احدد بس اعمل determination لل active markers stability of active markers or the stability of active principles ده مش هيكون كفاية. ليه؟ لان الهيربال ماتيريال is regarded على بعضها كده as pharmacologically active substance لان الاذر components حتى لو مش هي responsible for the activity هي برضو still لها activity. تمام يبقى الحل ايه علشان نتغلب على المشكلة دي؟ انها نعمل fingerprint chromatograms. يبقى the stability of other substances present in the herbal substance or in the herbal preparation should be as far as possible على قد ما نقدر also be demonstrated by means of appropriate fingerprint chromatogram. يعني مثلا ممكن نعمل HPLC chromatogram بالتالي كل ال chromatographic run هتبين كل ال constituents او GC chromatogram او 2D fingerprinting TLC. تمام
يبقى الفينجر برينت ده هيبين لي كل الكومبوننتس سواء ال active markers or other components. تمام. ودايما بنقارن بالانيشال فينجر برينت دي، يعني كل باتش بنرجع وانا بعمله ستابيليتي تيستينج بنرجع للاوثنتيك فينجر برينت ونشوف the presence or absence of spots. لما لو في spots ظهرت يبقى معناها ان ممكن يكون حصل degradation لواحد واحد او اكتر من الكومبوننتس، او spots اختفت مثلا. ده بالنسبه لل TLC نفس الكلام، لو بيكس ظهرت او اختفت في ال HPLC او ال GC كروماتوجرام يبقى ده معناها ان في حصل degradation. طب في حالة لو الميديسينال برودكتس بتاعي عبارة عن combinations of several herbal substances or herbal preparation، يعني عندي أكتر من herbal material أو عندي herbal mixtures، في الحالة دي it is not possible to determine the stability of each active substance. صعب ان انا احدد الاستابيليتي بتاع كل واحد على حدة طالما ان هما محطوطين على بعض. فهنعمل ايه؟ الاستابيليتي of the combination على بعضها هعمل لها determination by fingerprint chromatograms. يبقى برضو هعمل لل entire preparations على بعضها، يعني اعمل extraction لكل ال herbal preparation ال finished product وبعمل fingerprint chromatogram لكل الميكتشر ده. زي ما اخدنا قبل كده الاكزامبل بتاع الرينال بريباريشن، فاكرين البريباريشن بتاعت الرينال كوليكس كانت نفس الكلام ده. عملنا كان فيها ميكتشر من 7 او 8 هيربس، عملنا لهم 2D TLC فينجر برينت كروماتوجرام. تمام. ال appropriateness of the test shall be justified by the applicants، يعني لازم تثبت ان التست بتاعتك دي valid و suitable for stability testing. أثناء ما بنعمل stability testing during the proposed shelf life، يعني say مثلا إن أنا قلت shelf life 2 years، أثناء ال 2 years دولت أنا بسحب batches، وهنشوف مع بعض ازاي بتتعمل. بنسحب batches وبنشوف بقى ال level of constituents أو of the herbal content. تمام. في accepted limit أو accepted range، أكيد لما باجي أعمل من batch to batch بيحصل فيه variation في ال results. ايه هو ال accepted range of variation according to EMA؟ In case of herbal medicinal products containing herbal substances or herbal preparation with constituents of non therapeutic activity، يعني في حالة ان انا عارفة ايه هو ال non therapeutic activity، ال activity بتاعتها، وعارفة ايه هما ال components المسؤولة عن ال activity، the variation in content during the proposed shelf life shouldn't exceed plus or minus 5% of the declared assay value unless justified، يعني مسموح بليمت plus or minus 5% من الليفل الأساسي اللي أنا عاملاه بتاع الـ initial fingerprint. تمام. يعني زيادة 5% أو نقصان 5% من الليفل بتاعت الماركرز أو الحاجات اللي أنا محدداها، ده بيكون accepted لو أنا عارفة therapeutic activity. طيب في حالة لو أنا مش عارفة إيه هي therapeutic activity بتاعت الهيربال medicinal product، في الحالة دي الـ limit of variation المسموح بيه هيكون plus or minus 10% of the initial assay value اللي هي طبعا الـ initial chromatographic fingerprint. طيب in case of traditional herbal medicinal products for human use containing vitamins and minerals the stability should be demonstrated برضو، بما ان زي ما قلنا ان الفيتامينز and minerals بتتحط تحت ال dietary supplements category. طبعا ده وفقا لكل مثلا وزارة الصحة عندنا وال international authorizations ان الفيتامينز والمينرالز تعتبر dietary supplements، فبالتالي برضو stability testing مطلوبة، لازم تتحدد للفيتامينز and the minerals. لما جم يعملوا establishment لكريتيريا for stability testing of herbal drugs أو للدرجز عموما، على فكرة ال stability testing دي مش بس تتعمل للherbal drugs، تتعمل للsynthetic drugs في الأساس. طبعا لقوا ان العالم كله مختلف في ال climatic conditions، وبالتالي ما قدروش يحطوا كريتيريا ثابتة أو testing limits ثابتة لكل على مستوى العالم، فابتدوا يقسموا العالم كله ل zones climatic حسب الظروف المناخية بتاعت المناطق دي. فقسموا العالم ل 4 climatic zones زي ما احنا شايفين، zone 1 2 3 and 4. تمام.
لان في بلاد هنلاقيها very hot وفي بلاد هنلاقيها cold. ال relative humidity مختلفة من بلد للتانية، وبالتالي مثلا ال shelf life الثلاث سنين في البلد دي هيبقى مختلفين عن الثلاث سنين في البلد التانية. تمام. فبالتالي كل زون هتحط الكريتيريا الخاصة بيها. الزون 1 هي اللي هي بالأزرق دي، دي عبارة عن الدول اللي فيها temperate climate يعني مناخ معتدل. الزون اللي بعدها التو اللي هي من ضمنها ايجيبت هنا، دي عبارة عن subtropical and mediterranean climate. تمام. الزون 3 اللي هي بالاصفر دي مش منتشرة قوي، دي عبارة عن hot and dry climate يعني حر بس جافة مش humid، ما فيهاش رطوبة. الستابيليتي زون 4 اللي هي بالاحمر دي طبعا اصعبهم، اللي هي hot and humid climate. وريسنتلي اتقسمت climatic زون 4 ل 2 sub categories، ال 4A and 4B. ال 4A هي ال hot and humid climate and the 4B hot and very humid climate، يعني 4B الهيوميديتي فيها اكتر من 4A. يبقى ايه هي ال climatic stability zones؟ the concept of dividing the target markets السوق كله بتاع ال herbal products into 5 climatic zones. اللي احنا قلنا ان zone 4 اتقسمت، يبقى هما 5 climatic zones according to the recent WHO recommendation is based on defining the prevalent annual climatic conditions. تمام. الظروف المناخية الغالبة على مدار السنة. The following table illustrates the 5 climatic zones definition of each and the recommended long term testing conditions. يبقى ادي ال climatic zones ال 5 ال definitions بتاعها according to the climatic conditions and the long term testing conditions. لما نيجي نعمل stability testing هنعملها عند اي انهو conditions. أول زون زي ما قلنا هي temperate climate. لما نيجي نعمل long term testing conditions، يعني ايه long term testing conditions؟ هناخد في السلايد الجاية أنواع stability testing conditions، في منها long term وفي intermediate وفي accelerated. long term conditions testing conditions علشان الهدف منها طبعا ان انا احدد shelf life بتاعها، ان هعمل لها storage لحد كام سنة مسموح. تاني حاجة ايه هي storage conditions؟ اعمل لها storage below which temperature and at which relative humidity. فبالنسبة للtemperate climate طبعا كل zones هيكون long term testing conditions مناسب لطبيعة المناخ بتاعت الزون ده. فطبعا اول زون هتلاقي temperature قليلة والrelative humidity تعتبر قليلة، يبقى 21 degree centigrade and 45% relative humidity. خلاص، يعني انا بعمل storage للباتش اللي انا بعمل له testing عند ال conditions دي، وابتدي اعمل testing اللي هو مثلا chromatographic fingerprint at intervals معينة لمدة مثلا سنتين او ثلاثة او اكتر، حسب بقى هنشوف البرودكت هيستحمل معايا في ال conditions دي لمدة كام سنة. تمام. وبالتالي احدد الشلف لايف بتاعه، كام سنة فضل البرودكت محتفظ بالفينجربرينت بتاعته within the specified range اللي هو الاكسبتد رينج، اللي هو قلنا بيكون plus or minus 5% بالنسبة للحاجات اللي انا عارفة الهيربال برودكت اللي انا عارفة الثيرابيوتيك اكتيفيتي بتاعتها، و plus or minus 10% بالنسبة للبرودكت اللي انا مش عارفة الثيرابيوتيك اكتيفيتي بتاعتها. تمام. يبقى هنفضل مراقبين البرودكت لمدة عدد معين من السنين، هنشوف هيفضل محتفظ بالبروفايل بتاعه لحد امتى. وفي النص طبعا بسحب عينات بفريكونسي معينة هنعرفها مع بعض. تمام. طيب الزون 2 subtropical and mediterranean climate زي ايجيبت، long term testing condition 25 degree and 60% relative humidity. تمام. يبقى بعمل storage للباتش عند ال conditions دي. Zone 3 hot and dry climate temperature 30 degree and the relative humidity 35% relative humidity. طبعا الارقام دي لازم تتذاكر كويس، ان هي مهمة جدا في اي معمل، مش بس quality control لما اجي بعمل registration لnew product سواء natural or synthetic لازم تتطلب في الفايل بتاع الدواء. الزون
for a hot and humid climate at 30 degree and طبعا humid فعشان كده ال relative humidity 65%. For B hot and very humid climate يبقى نفس ال temperature لكن ال relative humidity كمان بتوصل ل 75%. Stability testing frequency طيب يبقى ال stability testing المفروض نعملها لمدة قد ايه؟ هل نستمر فيها كام سنة علشان نحدد ال shelf life؟ وخلال الكام سنة دولت هنسحب عينات ونعمل stability testing بفريكونسي قد ايه؟ يعني كل كام شهر خلال السنة دي؟ طبعا according to Emma في certain specifications لازم نمشي عليها. Stability testing studies بتتقسم لأنواع، في عندنا long term studies وعندنا accelerated studies وعندنا intermediate stability testing، يبقى هما ثلاث أنواع. ثلاث أنواع مين اللي بيحددهم؟ المانيفاكتشرر itself، هل هو مستعجل عايز يقدم الفايل بتاع الهيربال برودكت بتاعه بسرعة، ولا هو ما عندوش مشكلة يستنى. اللونج تيرم ستاديز بتتعمل لمدة سنين طويلة، وبالتالي ممكن يكتشف ان الهيربال بريبريشن بتاعته دي ممكن تبقى ستيبل فور ييرز مثلا، بدل ما يعمل مثلا ان الشيلف لايف الاكسباير ديت بعد 2 ييرز، ممكن لو صبر عليها شوية ممكن يكون البرودكت بتاعه ستيبل فور 5 ييرز مثلا يعني. تمام، يبقى هي بتتحدد حسب المانيفاكتشرر، يعني هو الاوثورتي بتسيب حرية الاختيار للمانيفاكتشرر. اللونج تيرم ستاديز بتتعمل عند كونديشن مايلد، مش عالية، يعني بيتحط الهيربال برودكت في كونديشنز تمبريتشر عادية والريلاتيف هيوميديتي عادية، انما الاكسلريتد ستاريج كونديشنز تتعمل عند كونديشنز بتكون دراستيك اكتر، يعني مثلا الست شهور في الاكسلريتد ستورج كونديشنز في الظروف الصعبه دي ممكن تكافئ كذا سنه من اللونج تيرم ستاديز. زي ما هنشوف مع بعض الكونديشنز في السلايد اللي بعد الجايه، هنشوف الكونديشنز بتاعت كل نوع من انواع الاستابيليتي تيستينج ستاديز. طيب نشوف بقى الفريكونسي بتاع كل نوع من الانواع دي. اول حاجه long term studies the frequency of testing should be sufficient to establish the stability profile of the active substance. تمام، يعني بنشوف البروفايل او الكروماتوجرافيك فينجر برينت وبنتاكد من الستابيليتي بتاعت كل الاكتيف سبستنسز من خلال ان احنا بنعمل كوانتيفيكيشنز وبنشوف النسبه المفروض ما تتعداش 5%، وفي حالة النون therapeutic activity و 10% في حالة الانون. The frequency of the testing at the long term storage condition should be normally every 3 months over the first year. يعني أول سنة في ال stability studies بنحط ال product في conditions معينة، بنسحب كل 3 شهور يعني عند 0 ال initial time وعند 3 months 6 9 12، ده خلال اول سنة كل 3 شهور هنسحب باتش ونعمل عليه الـ stability testing ونشوف الـ changes هل حصل significant change ولا لا. دي اول سنة. تمام، تاني سنة every 6 months over the second year. تمام، يبقى كده لو عدى اول سنة يبقى كده shelf life اكتر من سنة، عدى تاني سنة يبقى shelf life سنتين. طيب and annually thereafter through the proposed retest period، يعني لو انت عايز تكتب بقى shelf life اكتر من كده يبقى كل سنة هتعمل تسحب باتش وتشوف هل هو still stable or not. خلاص كل سنة، يعني مثلا سنة التالتة الرابعة الخامسة وهكذا لحد ما يحصل significant change. تمام، يبقى ده بالنسبة للlong term studies، أول سنة كل 3 شهور، تاني سنة كل 6 شهور، ولو أكتر من كده يبقى مرة كل سنة. طيب الـ accelerated storage conditions بنعمل acceleration، يعني بعمل بحطه في ظروف أصعب علشان أشوف هيقدر يقعد قد إيه. تمام، الـ accelerated storage conditions دي بتتعمل عبارة عن study بتتعمل في 6 شهور بس، وبنحط على الأقل 3 points، يعني بنسحب الفريكونسي بتاعها 3 points، ولازم يكون ما بين ال 3 points دولت ال initial time and the final time، يعني لازم يكون منها ال 0 month and ال 6 month. تمام،
ونختار نقطة تالتة، يعني مثلا 0 3 6، يبقى ال 0 وال 6 دي لازم تكون موجودة، وأي نقطة في النص. From a 6 month study is recommended where an expectation. طيب لو أنا متوقع من خلال ال experience بتاعتي إن ال product بتاعي في الشروط الظروف القاسية دي مش هيقدر يستحمل ال 6 month، أعمل إيه؟ ممكن أحط أنا نقطة رابعة في التست بتاعتي، يعني مثلا ممكن احط 0 3 مثلا 4 6، واشوف لو انا حاسة انه مش هيستحمل ال 6 months يبقى اعمل تيستينج مثلا عند ال 4 month. تمام، ما استناش للاخر عشان اشوف هو بالظبط امتى حصل له degradation. طيب ال intermediate storage conditions دي بنعملها امتى؟ دي بنعملها لو البرودكت بتاعي ما قدرش يستحمل الـ accelerated storage conditions. تمام، يبقى testing at the intermediate storage condition is called for as a result of significant change at the accelerated storage condition. خلاص ما قدرش يستحمل الست شهور دولت في الظروف الصعبة دي، فهنعمل intermediate storage conditions. ودي التستنج، intermediate testing دي بتاخد سنة. تمام، ولازم على الاقل اكون عامله 4 تايم بوينتس في السنه دي. خلاص يبقى اعمل ستابيليتي تيستينج على البرودكت بتاعي 4 مرات في خلال السنه دي، ولازم يكون من ضمنهم الانيشال اند ذا فاينل بوينتس، يبقى زيرو مثلا 6 9 12 مثلا، اختار 4 تايم بوينتس. From a 12 month study is recommended. طيب ازاي اعرف اذا كان حصل significant change في ال accelerated storage condition ولا لا؟ الام حط ال definition لكلمه significant change for an active substance is defined as a failure to meet its specifications. ايه هي ال specifications دي؟ قلناها ال 5% في حاله ال known active substance، وال 10% في حاله ال unknown active substance. الجدول اللي قدامي ده بيحدد ال storage conditions اللي بتتعمل عند كل نوع من انواع ال stability studies، ال long term وال intermediate وال accelerated. هنلاحظ طبعا ان ال storage conditions بتكون اصعب في ال accelerated، اقل صعوبة في ال intermediate واسهل في ال long term studies. وهنا ال minimum time period covered by the data at the submission، يعني لما انت بتقدم الفايل بتاع الدواء عايز تسجل دواء معين، ايه ال period اللي انت تكون قطعتها في ال study، في ال stability studies. هنلاحظ ان كلهم 6 شهور، لازم نكون مقدمين الداتا في اول 6 شهور في كل انواع ال study ده at the submission بس. انما علشان احدد ال shelf life وال storage conditions لازم اكون مكملة ال studies بعد كده، عبال ما الفايل ياخد دوره مثلا وياخد approval بيكون انا مكملة ال studies بتاعتي. ال long term studies المفروض ما تاخد مش اقل من سنتين، انترميديت مش اقل من سنة، والاكسلريتد 6 شهور. تمام. طيب تعال نشوف ال storage conditions في ال long term studies. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على ال climatic zone 2. تمام، ال long term studies دي لوحدها قلنا كل زون بتختلف حسب ال long term studies بتاعتها، بتختلف حسب الزون ال climatic zone. فمثلا في زون 2 كانت 25 degree بلس اور ماينس 2، طبعا هي بتتحط في chamber معينة، ففي accepted ان ال الشامبر دي درجة حرارتها تزيد او تقل 2 degrees 60% relative humidity plus or negative 5%. تمام، او في condition تانية لل long term 30 degree plus or negative 2 and 65 plus or negative 5. تمام. طيب ال intermediate 30 degree and 65% plus or negative 5، هنلاحظ ان هي زي option B في ال long term. ال intermediate هنا زي option B في ال long term. ال accelerated طبعا أصعب and 40 degree and 75 degree relative humidity. طيب في حالة ال long term studies هنستخدم ال condition A ولا B؟ هو بيقولك ان it is up to the applicant to decide whether long term stability studies are performed at 25 or 60% or 30 degree and 65%. تمام، يعني كل ابليكنت هو حر يستخدم دي او دي، بس بيقول لك لو انت عملت الكونديشن دي
اللي هي 30، ما فيش داعي ان انت تعمل الانترميديت ستابيليتي ستاديز. ليه؟ لان هي نفس الكونديشنز بالظبط. يبقى نو اديشنال داتا اندر انترميديت كونديشنز ويل هاف تو بي جنريتد لو انت مختار الكونديشن بي. تمام. نشوف بقى for herbal substances and herbal preparation testing at the accelerated storage conditions or the intermediate storage condition may be omitted. يعني ممكن ال applicant ما يعملش ال intermediate وال accelerated study ويكتفي بس بال long term studies في حالة ان هو هيكتب على ال label بتاعته ان ال storage conditions will be 25 below 25 degree are clearly labeled on the product. يعني لو ال manufacturer هيكتب على ال label ان ال product ده should be stored below 25 degree، يبقى في الحالة دي مش محتاج ان هو يعمل intermediate وال accelerated storage condition. هو كده رفع الحرج عن نفسه، قال ان ال storage لازم يكون اقل من 25. طيب لو هو بقى عايز يكتب على ال label بتاعته ان ال storage should be below 30، يبقى لازم يعمل intermediate studies. لو عايز يكتب ان هي should be stored below 40، تمام، يبقى لازم يعمل ال accelerated studies. بكده الحمد لله نكون خلصنا الجزء الأول من المحاضرة الرابعة. إن شاء الله هنبتدي في جزء جديد مع بعض في Part 2 in Lecture 4. إن شاء الله نبص على Part 2 لو سمحتوا بعد ما نخلص الجزء ده.